بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدين النصيحة، الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث وجيز الكلام، جامع لمعان عظيمة، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وفصل الخطاب، ومن ذلك هذا الحديث، فإنه جمع الدين كله في 4 كلمات أو 5 كلمات. قال: الدين النصيحة، جمع الدين كله بالنصيحة، ثم فصلها وبينها لمن تكون. تكون لله جل وعلا، هذا أول شيء. تكون لكتاب الله، تكون لرسول الله، تكون لأئمة المسلمين، تكون لعامة المسلمين. والنصيحة مأخوذة من نصح الشيء إذا خلص، والناصح هو الشيء الخالص من الغش، الشيء الخالص من الغش يسمى ناصحا. فمن أراد أن يسلم من الغش فليتصف بهذه الأمور. الأمر الأول: النصيحة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يخلص، أن يخلص فيما بينه وبين الله عز وجل، يخلص الدين لله في توحيده وعبادته وفعل أوامره وترك نواهيه. هذا هو الناصح لله عز وجل، أي المخلص لله، ويتجنب الشرك الأكبر والأصغر، ويلتزم بالتوحيد، بالتوحيد لله عز وجل، فلا يعبد إلا الله، لا يدعو إلا الله، لا يخاف ولا يرجو إلا لله سبحانه وتعالى، لا يعبد بأي نوع من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يعبد غير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله. يخلص العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها، لا يصرف منها شيئا لغير الله. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والإله معناه المعبود، فالعبادة يجب أن تكون لله لواحد وهو الله، لا تكون لاثنين. قال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه قل: إنما أنا بشر مثلكم. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أرسله الله إلينا
يبلغنا عن ربه عز وجل: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بل يخلص أعماله جميعها لله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وكذلك من النصيحة لله سبحانه وتعالى أن يثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحرف ولا يؤول أسماء الله وصفاته عما جاءت عليه، بل يثبتها لله كما جاءت، ويعتقد ما تدل عليه من المعاني، لأنها صفات، لأنها أسماء وصفات لله جل وعلا يعرف بها ويتوسل بها إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله هو تأويلها أو جحد معانيها أو تفويض معانيها إلى الله، لأن التفويض معناه التعطيل أيضا، لأنه ما فوض إلا بعدما عطل ولم يعتقد ما دلت عليه. فيجب أن يثبت ما أثبته الله لنفسه، لأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق حديثا من خلقه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالله وما يليق به، وقد جاءت هذه الأسماء والصفات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نثبتها وأن نعتقد ما دلت عليه من المعاني العظيمة والكمالات لله عز وجل، وندعو الله بها ونتعرف إلى الله بها. هذا هو الواجب، ولا ندخل فيها متأولين ولا معطلين، ولا نشبهها، لا نشبهها بصفات خلقه أو نكيفها. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. فلا يجوز أن نشبه الله بخلقه، وإنما نقول هذه أسماء وصفات لله، والمخلوقون لهم أسماء وصفات أيضا قد تشترك مع أسماء الله وصفاته في الألفاظ، وتشترك معها في المعاني، ولكنها تختلف في الكيفية والحقيقة. فلله أسماء وصفات يليقان به سبحانه وتعالى، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وببشريتهم، فلا تشابه بين الله وبين خلقه في وجه من الوجوه. هذا هو الواجب على المسلم، وهذا هو النصيحة لله، مع اتباع كتاب الله وسنة رسوله بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. هذا هو النصيحة لله سبحانه وتعالى. فمن قصر في شيء من هذه الأمور فإنه لا يكون ناصحا لله عز وجل، إما بأن يكون خاليا من النصيحة لله، أو يكون ناقص النصيحة بما بينه وبين الله بحسب مخالفته. هذا هو الواجب على المسلم فيما بينه وبين الله، أن يكون ناصحا لله عز وجل، ليس عنده غش وليس عنده تقصير
في حق الله عز وجل، لأنه ربه وخالقه ومدبره ومصيره ومرده إليه يوم القيامة، فيخاف من الله ويخشى من الله ويتقي ربه ويراقب الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. والنصيحة لكتاب الله وهو القرآن، النصيحة لكتاب الله الإيمان بأنه كلام الله منزل من الله غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين عليهم الصلاة والسلام، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، وهو كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه لا يشبهه كلام، لأنه كلام الرب سبحانه وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة من مثله. لم يستطيعوا، لأنه كلام الله، ولا يستطيع البشر أن يأتي بكلام مثل كلام الله عز وجل. فنؤمن بأن القرآن كلام الله، تكلم الله به، تكلم الله به حقيقة، ونقله جبريل عليه السلام الأمين، الروح الأمين، نزل به الروح الأمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وبقي محفوظا بحفظ الله سبحانه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يتطرق إليه نقص ولا يعتريه خلل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، لأن الله قد حفظه وتولاه، فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص، ليبقى حجة على الناس، كما قال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه هذا القرآن قامت عليه الحجة وانقطعت معذرته أمام الله سبحانه وتعالى إذا لم يتبعه ولم يؤمن به. فالنصيحة لكتاب الله تعني الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وتعني العمل بكتاب الله وتلاوة كتاب الله وتعلم كتاب الله على الوجه المطلوب. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن النصيحة لكتاب الله بعد الإيمان به تعلمه وتعليمه وتلاوته واتباع ما جاء به بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. هذا هو من النصيحة لكتاب الله عز وجل. فمن أعرض عن القرآن ولم يلتفت إليه فإن الله جل وعلا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه هي النصيحة لكتاب الله عز وجل. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التصديق برسالته والإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول من عند الله، وأنه عبد الله ورسوله،
ليس له من الربوبية والإلهية والعبادة شيء، وإنما هو بشر ورسول من عند الله نؤمن به ونتبعه ونطيعه ونعظمه صلى الله عليه وسلم بما يليق به، ولا نغلو في حقه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام فقالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، بل نقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تغلو في حقي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته التي أعطاه الله إياها، واتباعه صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر به، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه. هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين، والمراد بأئمة المسلمين ولاة الأمور، المراد بهم ولاة أمور المسلمين من الأمراء والعلماء، فيجب علينا أن ننصح لهم، بمعنى أننا لا نخالف أمرهم إلا إذا كان في معصية، فإننا نتجنب المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن إذا كان أمرهم ليس فيه معصية يجب علينا أن نطيع وأن نمتثل. قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع، نسمع ونطيع في المنشط والمكره، وعلينا السمع والطاعة لولاة أمورنا، لأن ذلك فيه مصالح عظيمة، ومعصيتهم ومخالفتهم فيه مضار كثيرة، من تفرق الكلمة وتشتت الأمر وتسلط الأعداء. فالله جعل ولاة الأمور حماية للمسلمين، يقيمون فيهم حدود الله، ويحكمون بينهم بكتاب الله، ويردون الظالم عن المظلوم، ويؤدون الحقوق إلى مستحقيها، ويأمن بهم البلد، وينقمع بهم العدو. فلا بد للمسلمين من ولاة أمور يقومون على شؤونهم وينفذون فيهم أوامر الله سبحانه وتعالى. وفي الخروج على ولاة الأمور فساد كبير وشر مستطير، كما حصل عبر التاريخ ممن خالفوا ولاة الأمور، ماذا حصل من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة. قال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا بالمعروف، لأن في ذلك الخير واجتماع الكلمة ونصرة الحق. وفي مخالفة ولاة الأمور
من الشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما حصل عبر التاريخ مما هو معلوم. ومن النصيحة لولاة الأمور أن ندعو لهم بالتوفيق، النصيحة لولاة الأمور أن ندعو لهم بأن يوفقهم الله للحق، وأن يعينهم على الحق، وأن يصلحهم الله، لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، ولأن فسادهم فساد لأمر المسلمين، فندعو لهم بالصلاح والاستقامة والتوفيق والإعانة. هذا من النصيحة لهم. أما الذين يدعون على ولاة الأمور فهؤلاء بين رجلين، إما جهال لا يعرفون الشريعة وما جاء فيها، وإما أنهم مغرضون حاقدون على المسلمين يريدون أن يفرقوا كلمتهم ويشتتوا شملهم، وهذا من الخيانة، هذا من الخيانة لولاة الأمور ومن الخيانة لعامة المسلمين. فالدعاء لولاة الأمور أمر مطلوب، وهو من النصيحة لولاة الأمور. وكذلك من النصيحة لولاة الأمور أن يقوم الإنسان بالعمل الذي وكلوه إليه، الوظائف التي وكلوها إلى الناس ووظفوا الناس فيها ليقوموا بأعمالها. النصيحة لولاة الأمور أن يقوم الموظفون بالأعمال على الوجه المطلوب، وألا ينقصوا شيئا من العمل الوظيفي، وألا يقدموا أحدا على أحد، يقدموا غير المستحق على المستحق، أن ينجزوا الأعمال التي عندهم، أن يحافظوا على الدوام وعلى ساعات العمل، وألا ينقصوا شيئا من ذلك. هذا من النصيحة لولاة الأمور ومن النصيحة لعامة المسلمين. وأما النصيحة لعامة المسلمين فإنها تعني التعامل معهم بالصدق، والتعامل معهم بالوفاء، وعدم الغش، وعدم الخيانة، وعدم الغيبة، وعدم النميمة، والإصلاح بين الناس. هذا من النصيحة لعامة المسلمين، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن ندعو إلى الله عز وجل، أن نبين للناس أمور دينهم، أن نعلمهم الخير وننهاهم عن الشر، ولا نترك الناس على المخالفات، بل ننهاهم ونأمرهم وندعوهم وندعو لهم بالخير، وننصح في المعاملات، فلا نغش في المعاملة، ولا نخون الأمانات والأسرار التي بين الناس، ولا نقع في أعراض إخواننا المسلمين بالغيبة أو بالنميمة أو بالتحريش، وإنما نسعى بالإصلاح. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. ثم ذكر النصيحة لعامة المسلمين. فالذي يغش المسلمين في المعاملات هذا ليس ناصحا للمسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الذي يسعى بالتفريق بين المسلمين، الذي يسعى في إيقاد العداوة بين المسلمين، هذا ليس ناصحا للمسلمين، لأنه يريد أن يفرق بين المسلمين. الذي يسكت ويترك الناس على الباطل، ويتركهم على المنكرات، ويتركهم يسيرون إلى جهنم، ولا ينصحهم ولا يذكرهم ولا ينهاهم عما هم عليه ويبين لهم الطريق الصواب، هذا غاش للمسلمين، هذا ليس ناصحا للمسلمين. فالمسلم يكون ناصحا دائما وأبدا، متصفا بالنصيحة فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين كتاب الله، فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما بينه وبين ولاة الأمور، فيما بينه وبين إخوانه المسلمين. صفته النصيحة دائما وأبدا، وتجنب الغش، تجنب الخيانة.
وتجنب الكذب وتجنب الزور وتجنب السباب وتجنب الغيبة والنميمة وتجنب الإفساد بين الناس، يكون شأنه الإصلاح بين المسلمين، طلب الإصلاح. ومن النصيحة ومن الصدقات التي يتصدق بها الإنسان أن يصلح بين الاثنين، تعدل بين اثنين صدقة، يقول صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة، صدقة منك. فالإصلاح مطلوب والصلح خير، ولا يتم أمر المسلمين إلا بالعمل بهذا الحديث بأقسامه الخمسة: النصيحة لله، النصيحة لكتاب الله، النصيحة لرسول الله، النصيحة لولاة الأمور، النصيحة لعامة المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: متى يبدأ الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان؟ هل يبدأ من فجر يوم العشرين أم من صبيحة يوم الواحد والعشرين؟ يبدأ بغروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، يبدأ بغروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، وينتهي بفجر يوم العيد. الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل معتكفه بعد غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، ولا يخرج إلا بعد الفجر من ليلة العيد. هذا هو الاعتكاف العشر كاملا من أولها إلى آخرها، ليلها ونهارها. نعم. يقول السائل: ما هي مدة الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف أن يتكلم في أمور الدنيا؟ وجزاكم الله خيرا. مدة الاعتكاف تختلف حسب قدرة الإنسان، يكون الاعتكاف شهرا كاملا، يكون نصف شهر، يكون عشرة أيام، يكون خمسة أيام، يكون يوم، يكون ليلة، حسب ما يريد الإنسان. كل ما رغب في الخير وكل ما أكثر هو خير له. وأما الكلام لا مانع أنه يتكلم بالأمور التي يحتاج إليها، يسأل عن الأشياء التي يحتاج إليها، ويسأل عن إخوانه، ويسأل عن أهله، ويسأل، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يستعمل ويستفيد من كهرباء المسجد الحرام؟ نعم، هي مجعولة للكهرباء، مجعولة لإعانة المسلمين في عمل الطاعات، قراءة القرآن والطواف والسعي وذكر الله عز وجل. ما دامت أنها مفتوحة يستفيد الإنسان منها، لأن ما فتحت إلا للاستفادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أدركته الصلاة أثناء الطواف وهو مضطبع، فهل يشرع له تغطية كتفه الأيمن للصلاة؟ لا، ما هو لازم. إذا كان مغطي كتفه الأيسر يكفي، يبقى على طباعه ويصلي، لا مانع، لأنه ما خلص الطواف، والاطباع يكون في جميع الطواف. نعم. يقول السائل: ما حكم حجز أماكن للصلاة في المسجد الحرام من طرف بعض الإخوة لصلاة التراويح؟ إذا كان الإنسان موجودا في المسجد وعرضت له حاجة، راح يشرب ولا راح يتوضأ ويبي يرجع، لا مانع أنه يجعل في مكانه شيء يحفظه له، لا مانع من هذا. أما إذا كان يحفظ المكان ويحمي المكان ويروح ينام في بيته أو يروح لأعماله، هذا لا يجوز، لأنه يمنع السابقين إلى هذا المكان. نعم. أحسن الله إليكم.
يقول السائل: أنا صاحب صالون حلاقة وأحلق اللحى وأقص الشعور على شكل القزع، فهل المال الذي أكتسبه من هذا العمل حرام أم حلال؟ هذا المال حرام، لأنه في مقابل معصية، في مقابل عمل معصية. حلق اللحى حرام، وقص الرأس على شكل القزع، حلق بعضه وترك بعضه، تشبه بالكفار، هذا حرام، وأخذ الأجرة عليه حرام. عليك أن تتقي الله وتقتصر على الحلاقة المباحة، ولا تستعمل الحلاقة المحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال لي أحد الناس أن شهادة أن لا إله إلا الله لا يدخل صاحبها الجنة إلا بشروط كاملة، فهل هذا صحيح؟ وكيف أعرف أنني أتيت بشروطها؟ نعم، لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان فقط، لكنها كلمة لها معنى ولها مدلول ولها مقتضى. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن لا تعبد إلا الله، فلا تشرك مع الله أحدا في جميع أنواع العبادة، هذا مقتضى لا إله إلا الله. وشروطها داخلة في هذين المعنيين، في معناها وفي مقتضاها، تدخل فيه جميع الشروط. فإذا عرفت معناها، إذا عرفت معناها واعتقدته بقلبك، لا يستحق الله سبحانه، وأن كل معبود سواه فهو باطل، هذا هو معناها. يبقى عليك الالتزام بهذا المعنى وهذا المدلول، وهو أن تنفذه، وأن تعبد الله حق عبادته، وأن تترك عبادة ما سواه، وتقصر جميع أنواع العبادة لله عز وجل. هذا هو المطلوب من هذه الكلمة، معرفة معناها والعمل بمقتضاها، هذه شروطها باختصار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صحة هذا الاعتقاد، مشروعية إهداء العمر أو الطواف للنبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن بعض الناس طاف واعتمر وأهدى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه في المنام وقال له: قد حلت لك شفاعتي؟ هذا لم يرد به دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام لم يرد دليل على ذلك فإننا لا نعمل به، ولا نهدي العمرة والحج للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أغناه عن ذلك، ولأن له من الأجر مثل أجور أمته. فأنت إذا حججت على الوجه المشروع فللرسول صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل أجرك في هذا الحج، وإذا اعتمرت على الوجه المشروع فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، وإذا صليت على الوجه المشروع فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك. وأي عبادة، أي عبادة تعبد الله بها على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فللرسول من الأجر مثل أجرك، بدون أنك أن تهدي إليه، الله هو الذي أعطاه هذا، له من الأجر مثل أجور أمته عليه الصلاة والسلام، فلا داعي لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص كبير في السن يسأل إن كان عليه شيء في نهره وزجره للنساء اللائي يقعدن إما بجانب الرجال أو في الطريق، ويطلب منهن الذهاب إلى الأماكن المخصصة للنساء. هذا طيب، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يكون بعنف وقسوة، وإنما يكون بلطف ورفق مع النساء، يرشدهن ويبين لهن بدون أنه يعنف عليهن أو يزجرهن زجر أو يقسو عليهن. نعم. يقول السائل: بالنسبة للجهات الثلاثة من الكعبة التي لا يصلي إليها الإمام، من أين تبدأ الصفوف الأولى؟ الصفوف الأولى مما يلي الكعبة، الصف الذي يلي الكعبة وأقرب إلى الكعبة هو الصف الأول. نعم. يقول:
هل الجلوس إلى أن يصلي المرء إلى أن يصلي المرء ركعتي الشروق أفضل أم قيام الليل؟ كل فيه فضل، يقوم الليل ويجلس بعد صلاة الفجر إذا كان يريد زيادة الأجر وزيادة الخير، يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله في مصلاه إلى أن تطلع الشمس وترتفع فيصلي ركعتين، ويضيف هذا إلى قيام الليل، هو بحاجة إلى كثرة الأجر، ما يقول أنا قمت بالليل ويكفي، بل يزيد على ذلك بعمل السنة أيضا بعد صلاة الفجر زيادة خير. نعم. يقول السائل: المأموم الذي يصلي خلف الإمام الذي يقبض بعد الرفع من الركوع والمأموم يسدي يداه بعد الرفع من الركوع، هل الأفضل اتباع الإمام بحديث جعل الإمام ليؤتم به؟ لا، الأفضل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يقبض كوعه اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما على صدره، يضعهما على صدره وقت القيام سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، فنحن نقتدي بالرسول. أما الإمام نقتدي به بأفعال الصلاة بالركوع والسجود، نتابعه لا نتقدم عليه ولا نوافقه، بل نأتي بعده في الركوع والسجود والقيام. أرأيت لو أن الإمام أسبل يديه هل تقتدي به؟ لا، حتى لو أن الإمام أسبل يديه أنت اعمل السنة اقبض يديه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم فتح حساب في البنك لاستلام مساعدات مالية لصالح جمعية خيرية؟ لا بأس بذلك إذا كان ما فيه استثمار ربوي، وإنما تفتح حساب للمتبرعين يدعون تبرعاتهم بالبنك من باب الإيداع فقط، لا من باب الاستثمار، من باب الإيداع للحفظ فقط، لا بأس بذلك، لأن الناس يحتاجون إلى هذا الشيء، وهذا مما يعين المتبرعين ويحفظ المال من الضياع. الممنوع الاستثمار الربوي، هذا هو الممنوع. نعم. يقول السائل: من شرع في طواف التطوع ثم أصابه تعب شديد لم يستطع الاستمرار في الطواف فقطع الطواف، فماذا يجب عليه؟ هل عليه القضاء من جديد أم يجب عليه استكمال ما بقي ولو طال الفاصل أم ليس عليه شيء؟ طواف التطوع لا يلزم إكماله ولا يلزم قضاؤه، إذا تعب الإنسان يترك الطواف ولا يقضيه لأنه ليس واجبا، إنما الذي يجب قضاؤه طواف الواجب، طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النذر، إذا كان نذر أن يطوف بالبيت هذا واجب يجب عليه إكماله. وأما طواف السنة فهذا الإنسان في سعة، إن شاء أكمله وهذا أفضل، وإن شاء قطعه ولا يلزمه إكماله ولا يلزمه قضاؤه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي يشرب الخمر في المنزل فماذا أفعل، أترك المنزل؟ إذا كان لك غنى عن الجلوس مع والدك لأن تسكن وحدك، يجب عليك أنك تعتزل منزل والدك وتنزل في منزل خاص بك أو مع أحد يتقي الله عز وجل. أما إذا كنت لا تستطيع وليس لك مكان تسكن فيه فتبقى قدر الضرورة مع المناصحة لوالدك، مع المناصحة المتصلة والموعظة لوالدك، لعل الله أن يهديه. نعم. يقول السائل: ما هو حكم استعمال الأدوية التي تمنع إنبات الشعر الغير المرغوب فيه نهائيا كشعر الإبط والعانة؟ ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، لأن هذا فيه ضرر على الجسم، ونبات الشعر في الأبط ونبات الشعر في العانة هذا مصلحة للجسم،
لكن لا تتركه يطول، لا تترك شعر الآباط يطول ولا تترك العانة تطول، بل تأخذ هذا كل أسبوع، هذا أحسن، وإلا فلا تزد على 40 يوم، تتركه أكثر من 40 يوم، لأن هذا من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء ومن النظافة. أما أنك تقضي عليه ولا يخرج، هذا ليس فيه مصلحة للجسم، هذا فيه ضرر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الطمأنينة واجبة في الصلاة؟ وهل الذي لا يقيم صلبه في الصلاة في الركوع تصح صلاته؟ أما الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة، بدليل الحديث أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد الرجل وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، عاد الرجل وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صل فإنك لم تصلي، لماذا؟ لأنه ترك الطمأنينة، فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا يعذر أحد بتركها، ولو كان أحد يعذر بتركها لعذر هذا الرجل الجاهل. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. بقيت السؤال؟ نعم، بقية السؤال غير الطمأنينة. وهل تصح الصلاة؟ ما تصح الصلاة بدون الطمأنينة. الرسول قال صل فإنك لم تصلي، لأنه ترك الطمأنينة. نعم. يقول السائل: كيف أقضي ما فاتني من صلاة الجنازة؟ نعم، إذا جئت والناس في أثناء صلاة الجنازة تكبر التكبيرة الأولى بالنسبة لك، التكبيرة الأولى، وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام تكبر الثالثة بعد الإمام وتدعو للميت، ثم تكبر الرابعة وتسلم عن يمينك، هكذا تأتي بما فاتك بعد سلام الإمام، مثل ما هو في صلاة الفريضة سواء. نعم. يقول السائل: ما حكم من كان على مس من الشيطان أو في وضع جنوني من فترة البلوغ إلى فترة 30 سنة تقريبا، بعدها شفاه الله عز وجل، كيف يقضي الصلاة والصيام؟ ليس عليه قضاء في مدة الجنون، ليس عليه قضاء، لا سيما إذا كان الوقت طويلا، 30 سنة مجنون ما عنده عقل، ما عليه شيء، رفع القلم عن 3، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، هذا ليس عليه شيء، لكن يحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم. يقول السائل: يوجد في مسجدنا كتاب فيه بعض البدع، هل يجوز لي أن أتلفه أم أتركه؟ الواجب عليك أنك تأخذ هذا الكتاب وتعرضه على العلماء ويروا رأيهم فيه، أنت لا تتلفه، ولكن أعطه أحد العلماء ينظر فيه ويتخذ اللازم حوله. نعم. يقول السائل: هل زكاة الأموال تكون بالتاريخ الميلادي إذ هو وصفها، أو بالتاريخ الهجري؟ ما علينا من التاريخ، علينا من كمال 12 شهر،
إذا تم 12 شهر على المال وجبت فيه الزكاة. 12 شهر معروفة هذا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. نعم. يقول السائل: هل عدم الرد على أهل البدع وكتمان باطلهم والدفاع عنهم يعتبر من الغش للمسلمين؟ هذا من أكبر الغش للمسلمين، السكوت عن أهل البدع وعدم بيان بدعهم، هذا من الغش للمسلمين. فإذا انضاف إلى هذا أنه يمدحهم ويثني عليهم فهذا أشد وأنكر والعياذ بالله. فالواجب على من عنده علم أن يبين البدع والمحدثات وأن ينهى عنها ويحذر منها ولا يسكت. السكوت هذا من الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا يجوز للمسلم الذي عنده علم أن يسكت على البدع والمخالفات ولا يبينها للناس، لأنه إذا سكت احتج الناس به وقالوا لو كان هذا محرما أو ممنوعا ما سكت العالم الفلاني وهو يراه. نعم. يقول السائل: امرأة تعمل مع زوجها في الدكان وتتصدق بدون علمه، هل يجوز لها ذلك؟ الصدقة اليسيرة مثل إعطاء السائل الشيء اليسير لا بأس، هذا مما جرت به العادة ولا بأس به. أما إعطاء المبلغ الكثير هذا لا يجوز إلا برضا الزوج. نعم. هل للعمرة طواف وداع؟ صحيح أنه ليس لها طواف وداع، يعني ليس لها طواف وداع واجب، ولكن من المستحسن أنه يطوف للوداع من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. أما الوجوب فلا يجب طواف الوداع إلا في الحج. نعم. يقول السائل: ما حكم استعمال الحناء في لحية ليس فيها شيب؟ لا حاجة إليه. استعمال الحناء مع عدم وجود الشيب هذا من العبث، لا حاجة إليه، إنما يصبغ الشيب فقط. نعم. يقول السائل: أنا معتمر قادم من مصر، قضيت 15 يوما في مكة، هل يجوز لي عمل عمرة أخرى عند العودة من المدينة على اعتبار أن سفر المدينة سفر آخر غير السفر من مصر إلى مكة؟ إذا كنت تذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه هذا عبادة مطلوب، والصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه. فإذا رجعت إلى مكة، إذا فرغت من زيارة المسجد النبوي ورجعت إلى مكة تحرم من ذي الحليفة، تحرم من أبيار علي من ميقات أهل المدينة، وتأتي بعمرة ثانية زيادة خير. نعم. يقول السائل: والدي متوفي ووالدتي امرأة كبيرة. لا، متوفى. والدي متوفى ووالدتي امرأة كبيرة لا تستطيع الحضور، وأريد أن أعمل عمرة لكل منهما، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان قد اعتمر عن أنفسهما وحج عن أنفسهما فلا حاجة إلى الاعتمار عنهم أو الحج عنهم وهم أحياء. أما إذا كانوا لم يحجوا ولم يعتمروا ولا يقدرون على العمرة ولا على الحج بسبب الكبر والهرم ولا يستطيعون السفر، فيوكلونك وتحج عنهم عن واحد، تحج عن واحد وفي السنة الثانية تحج عن الثاني، وكذلك العمرة تعتمر عن واحد ثم تعتمر عن الثاني، كل واحد عنه حج مستقل وعمرة مستقلة، ولا تشرك بين الاثنين أو أكثر في حجة واحدة أو في عمرة واحدة، لأن النسك لا يكون إلا عن واحد ما يكون عن اثنين. نعم. هذا يقول:
أنا شاب مبتلى بشهوة في النساء، وعندما ذهبت للطواف وجدت فتنة النساء، ولكن أخذت عهد على نفسي لن أمس النساء، ولكن عمى علي عقلي، فهل عمرتي باطلة؟ وهل لي توبة بعدما عهدت الله كثيرا ثم أعود؟ إذا كان خرج منك شهوة أنزلت منيا بطل طوافك، لا بد من الاغتسال وإعادة الطواف من جديد. أما إذا ما خرج منك شيء فطوافك صحيح، لكن تأثم على مزاحمة النساء ولمس النساء بشهوة، تأثم على ذلك، وعليك أنك تبتعد عن الزحمة، تصير في أقصى المطاف ولا تزاحم أحدا. هذا هو المطاف، والمطاف واسع ولله الحمد، ما هو ضيق. نعم. يقول السائل: إننا عندما نصلي بعض النوافل فإنه يأتي بعض الناس ويمرون بين أيدينا، وعندما ندفعهم بأيدينا فإنهم لا يبالون ويمرون بين أيدينا، فهل ندفعهم بما أوتينا من قوة؟ لا، في المسجد الحرام يسمح بالمرور للحاجة والضرورة، ولا تدافع أحدا، اشتغل بصلاتك واترك الناس يمرون، لأنهم محتاجين إلى هذا، مضطرون إلى هذا بسبب الزحمة وكثرة الناس، فيسمح بالمرور في المسجد الحرام لرفع الحرج عن الناس، عن المصلي وعن المار. نعم. ويقول: بعض الناس عندما يصلون يدعون فرج بين صفوفهم ولا يحرصون على سد الفرج، فما نصيحتكم؟ وهل نصلي بجانبهم؟ هذا من الخلل في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعديل الصفوف، وأمر بسد الخلل، بأن يصف المسلم بجنب أخيه المسلم ولا يكون بينهما فرجة، تراص في الصفوف، هذا من مكملات الصلاة. والخلل هذا خلل في الصلاة، لأن الشيطان يدخل من الخلل ويشوش على المصلين، لا تدعوا فرجا للشيطان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فرجات للشيطان. لكن ننبه على ظاهرة الآن أراها من بعض الناس، إذا وقف في الصلاة يباعد بين رجليه غير المعتاد، ويضايق من بجانبه من هنا وهنا، ويأخذ مساحة من الصف والناس في ضيق وفي زحام، ويأخذ مكان رجلين لأنه يباعد بين رجليه، هذا غير مطلوب وغير مشروع. تقف في الصلاة وقوفا عاديا، تقارب بين رجليك ولا تباعد بينهما، ليس هذا من السنة. السنة أنك تقف وقوفا عاديا، أما هذا العمل فهو من التكلف، وأيضا فيه إضرار بالناس، تزاحم من بجانبك من هنا وهنا، وتأخذ مساحة من الصف، الناس بحاجة إليها، يصلون الناس في الطرقات وفي بحاجة إلى الصفوف، فعلى المسلم أنه يراعي هذا الأمر. نعم. يقول السائل: ما حكم بلع الريق وهو صائم؟ لا يتعمد برع الريق الكثير، أما بلع الريق العادي هذا لابد منه، بلع الريق العادي لابد منه، لا يضر، لكن يجمع ريقه، العلماء ذكروا أنه يكره له أن يجمع ريقه ثم يبتلعه، لكن إذا كان ما جمعه وإنما هو عادي فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: إذا كان للمبتدع حسنات، فهل نذكر حسناته وعدم التحذير من بدعته تكون خيانة للمسلمين؟ بين البدعة وحذر منها، وحسناته له والله أعلم بها، الله أعلم بها، هل هي حسنات أو ما هي حسنة؟ ما هو أنت اللي تزكي الناس تقول لهم حسنات، أنت تعلم هذا، الله أعلم. فأنت بين البدعة علشان الناس يأخذون حذرهم منها، من باب النصيحة، ومن باب النصيحة أيضا للشخص المخطئ يتنبه. أما الحسنات الله أعلم بها، والله هو الذي يتولى، ولا يضيع الله الحسنات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة
يضاعفها، فأنت بين الخطأ، وأما الحسنات دعها لله سبحانه وتعالى، الله أعلم بها. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أرى صورة امرأة قبل الخطبة بها؟ لا، لا يجوز هذا إلا لمن خطب امرأة، إلا لمن خطب امرأة واستجابوا له، فله أن ينظر إليها، ينظر ما يرغبه فيها بحضرة أهلها، لا يخلو بها، وإنما ينظر إلى ما يرغبه فيها بحضرة أهلها. أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: انظر إليها، من إذا استطاع أن ينظر إليها فليفعل. هذا بعد ما يحصل الإجابة أو الاطمئنان إليك من أهلها، أما قبل الخطبة لا، لا تنظر إليه. نعم. يقول السائل: ما حكم من حلق لحيته خوفا من وقوع الظلم عليه؟ لا يجوز، لا يجوز الإنسان يحلق لحيته ويعصي الله ويقول أخاف من الظلم، هذا هو الظلم. حلقك للحيتك ومعصيتك لربك هذا هو الظلم، فاصبر، ابقى على السنة، ولو نالك شيء من الأذى اصبر، هذا يكون في ميزان حسنات. أنت لم تخطئ على أحد ولم تظلم أحدا، وإنما عملت بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل عليك أذى بسبب ذلك فهذا أجر لك، واصبر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إننا نرى بعض المنكرات، وإذا أنكرنا هذه المنكرات يقوم بعضهم يطلب الدليل، وإننا لم نحفظ الأدلة ولكن نعرف أن هذه منكرات، فما الواجب علينا؟ كيف تعرف أنها منكرات وأنت ما تعرف الدليل؟ ما يمكن أنك تنكر إلا إذا كان عندك أدلة على هذا. ولهذا يجب التعلم، يجب على الإنسان أنه يتعلم قبل أن ينكر، وقبل أن يدعو إلى الله يتعلم أولا. فإذا رأيت من أحد شيء ترى أنه مخالفة، تقول له: يا فلان، أنا أخشى أن عملك هذا أنه منكر وأنه مخالفة، فعليك أنك تسأل أهل العلم لتتأكد من ذلك. تقول له: اسأل أهل العلم، أنا أخشى أن عملك هذا أنه ما هو صحيح وأنه مخالف، فعليك أنك تسأل أهل العلم. فإن كان فيه دين وفيه خير فسيحرص على سؤال أهل العلم، وإن كان ما فيه دين فأنت بلغته ونصحته بقدر استطاعتك، نصحته بأنه يراجع أهل العلم ويسألهم عن عمله هذا. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.